الصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد، تنعاد نحو نديرو التصحيح ديال 8 جوج من امتحان جهوي لشهادة سيك ذاتي دورة يونيو 2018 مادة الرياضيات لجهة طرع داخلها. التمرين الثاني هو هذا، لا تكون أ و بي و سي و دي 4 نقاط مختلفة متنا بحيث اثنان متجهات دي كتساوي متجه بي زائد متجه سي. مطلوب منا هو نبين بأن المتجه بي دي كتساوي 1 على 2 متجه بي سي. إذا لدينا هنا عندنا النقط أ و بي و سي و دي 4 نقاط مختلفة متنا، إذا نكون جوج نقاط مختلفين بيناتهم يعني مكيكونوش منطابقين. إذا هنا مطلوب منا نبينو هنا المعطى اللي عندنا هو هذا، عندنا اثنان متجه أ دي تتساوي المتجه أ بي زائد المتجه أ سي. هنا غنحاولو نستعملو علاقة شارل، اثنان ضارب هنا غنستعملو ندخلو النقطة بي ما بين أ و بي، إذا غادي تكون المتجه أ بي زائد المتجه بي دي كتساوي المتجه أ بي زائد المتجه أ سي. هنا غادي نستعمل نديرو النشر، إذا اثنان المتجه أ بي زائد اثنان المتجه بي دي كتساوي المتجه أ بي زائد المتجه أ سي. اثنان أ بي نحولو للطرف الآخر، إذا اثنان المتجه بي دي تساوي متجه أ بي زائد المتجه أ سي ناقص اثنان المتجه أ بي. إذا حولناها للطرف الآخر نغيرو ليها الإشارة، غادي نجيب واحد هادي من أ بي ناقص اثنان المتجه أ بي زائد المتجه أ سي. متجه أ بي زائد ناقص اثنان متجه أ بي مجموع عددين لهما إشارتان مختلفتان نرتبط بإشارة العدد المحسوب ونديرو فرق المسافتين. إذا هادي اللي عندها ناقص دينا ناقص هنا اثنان أ بي زائد أ بي، يعني هنا واحد أ بي هي أ بي، يعني واحد أ بي زائد أ سي. وهنا كيف ما كتعرفو في المتجهات ناقص أ بي راهي المتجهة بي زائد المتجهة أ سي. متجه أ بي زائد المتجه أ سي غنستعملو علاقة شارل، هذا كان في الطرف وهذا كان في الأصل، إذا غادي اثنان المتجه بي سي، يعني اثنان المتجه بي دي كتساوي المتجه بي سي، إذا المتجه بي دي كتساوي بي سي، المتجه بي سي مقسوم على اثنان اللي هي 1 على 2 المتجه بي سي. إذا هذا هو السؤال اللي مطلوب منا. ثم عندنا استنتج أن النقاط بي و سي و دي تقييمها. استنتاج مباشرة، لدينا بي دي تساوي 1 على 2 بي سي. هنا إلا خدينا هاد المتجهتين فهما مستقيمتين، بما أن المتجهتين بي دي و بي سي مستقيمتين. إذا المستقيمتين إذا عندهم نفس الاتجاه نفس المنحى، وهذا المنظم ديال هادي كيساوي النص ديال المنظم ديال هادي. اذا الا خدينا بما ان متجهتين بي دي وانتهى مستقيمتان، اذا النقط وعندنا النقطه بي هنا وعندنا النقطه بي هنا، اذا النقط بي و سي و دي نقط مستقيمه. ثم السؤال الثاني بين، ثم السؤال الثاني حدد صورة النقطة، صورة النقطة دي بالإزاحة التي تحول بي إلى دي. هذا هو السؤال، حدد صورة النقطة دي بالإزاحة التي تحول بي إلى دي. إذا هنا غادي نمشيو بالمعطى اللي عندنا، لدينا إذا إلا خدينا هنا في هذه الحالة مثلا عندنا متجهة بي سي هي هذه، عندنا النقطة دي في المتجه بي دي، مثلا النقطة دي هي هادي، هادي مع هادي متساويين، إذا عندنا بي دي كتساوي النصف ديال هاد المتجه بي سي. لدينا بي دي إذا المعطى عندنا هو هدا كتساوي 1 على 2 بي سي. بما أن النقط مستقيمية يعني أن النقطة دي منتصف القطعة بي سي، يعني إذا إلا خدينا المتجهة بي دي فهي كتساوي المتجهة دي سي، ومنه إذا المتجهة بي دي كتساوي المتجهة دي سي، ومنه النقطة منه صورة
نقطة دي الإزاحة التي تحول ب إلى دي هي نقطة سي، هي النقطة سي. إذن من هو؟ إذن صورة النقطة دي التي بالإزاحة التي تحول ب إلى دي هي النقطة سي. إذن ب دي فهي كتساوي دي سي. إذن الصورة ديال النقطة دي بالإزاحة التي تحول ب إلى سي، ب إلى دي هي النقطة سي. بهذا نكون وصلنا التصحيح ديال التمرين جوج. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.